السلام عليكم، معاكم مهند غلام من بن حمودة للسيارات 050-516-3525. اليوم في ناس كتير سألتنا عن توصيل السماعات الوايرلس للشاشتين الخلفيتين للتاهو زي ما انتم شايفين. تمام، احنا عندنا ظاهر في عاملين ميرا كاست للشاشة الخلفية او ميرورينج زي ما انتم شايفين، والسماعة هنوريكم ازاي بنوصلها وايرلسلي. في شيء مهم جدا وملحوظه ظريفه جدا، ان السماعات بتشتغل وهي ورا السيت فقط، ما ينفعش تطلع السماعه قدام السيت السايق او الراكب اللي جنبه وتشتغل معاك، لازم تكون ورا عشان طبعا السيفتي والناس تكون قاعده مرتاحه في مكانها ومش محتاجه تتحرك تطلع ورا وقدام، ولا ان السايق يسمع السماعات الخلفيه عند الركاب الخلفيين. يلا هنشوف مع الاستاذ سامي ازاي كيفيه التوصيل. طبعا سامي معاه تليفون اندرويد، هو نعم. بيوصلوا على الشاشة الرئيسية في الأول. اتفضل أستاذ سامي. أول شيء شو بنسوي؟ رح نضيف السماعات، نروح على السيتنجز. تمام. أوكي. بعدين نروح عند السيستم. نروح عند الفونز. أيوه. نعمل نصبر ونشغل السماعة الوايرلس. نشغل السماعة الوايرلس، هتدينا إنديكيشن إن هي بتنور وتطفي زي ما أنتم شايفين. اتفضل. نعم. إكبس عليهم. هي شغالة دلوقتي يا أستاذ سامي. تمام، بس بنخليها ورا الشاشه زي ما احنا قلنا عشان تلقط. نعم. الرينج. تمام. احنا كده اضفناها خلاص، هي تبقى ظاهره هنا كمان عندنا الفيديو زي ما انتم شايفين، احنا شغالين على سياره معانا من اليوتيوب من عند تليفون سامي بعد ما وصل تليفونه نفسه على السياره وبيعمل ميرور من التليفون للشاشتين الخلفيتين. مظبوط كده يا استاذ سامي؟ يس مظبوط صحيح. هلا احنا وصلنا الميرا كاست، وصلناها طبعا احنا عن طريق الشاشه الخلفيه. يلا مره ثانيه هنوري لكم ازاي توصيل السماعات الوايرلس للشاشتين الخلفيتين. اول معانا التليفون طبعا بنعمل له ميرا كاست. اتفضل يا استاذ سامي. اول شيء التليفون هو هواوي، بنكبس اندرويد يعني اندرويد. اوكي تمام. الوايرلس بروجكشن نكبس عليه، بعدين بنروح على الشاشه الخلفيه بنكبس الميرا كاست لحتى نوصل على التليفون. استنى شوي. تمام. اوكي هطلع لي انا هون، خلينا نشوف رير سيت. اوكي بيسالك على التليفون رير سيت، بكبس عليه زي ما احنا شايفين. اوكي انا شايف من عندي من ورا هنا بيوصل، وصل كده التليفون. تمام، التليفون كده اتوصل وظاهر الاستاذ سامي عارضه على تليفونه عندنا على الشاشه الخلفيه. نعم. انا هلا مثلا بدي اشغل فيديو. اوكي الصوت هيطلع عندي ده كده صوت سماعات السيارة. مظبوط سماعات السيارة. طيب عايزين نحطه على سماعات التليفون بقى. لا على سماعات السيارة هلا. كيف؟ اوكي بنعمل سلايد، بنروح عند الرير ميديا، نكبس كلمة لسن. هلا صار الصوت كده سماعات السيارة. مظبوط ايوه صحيح. اوكي عايزين نحطه بقى على سماعاتنا الوايرلس. لنحط على سماعاتنا الوايرلس بنروح على الهوم. اوكي بنروح عند الاعدادات او السيتنجز. تمام سيستم، بنروح عند الفونز. بعدين بنشوف نكبس اد فون، بنكون شغاله عندك السماعه. تمام هتشغل السماعه. السماعه بتنور وتطفي. نشوف من الشاشه شو بيطلع عندك. اوكي الفيديو لسه معروض زي ما هو. ايوه اوكي هنختار بقى ال واحده. الفيديو معروض بس ايوه لسه ايه. اكبس السماعه. السماعه طفي شغلها. تمام فتحناها. تمام وزي ما انتم شايفين بتظهر طبعا كلمه ماي شيفروليه، ده اسم السماعه اللي متوصله بالشاشه الخلفيه، بتظهر عندنا هنا في الشاشه الخلفيه وبس، بتختارها تضغط عليها بريس زي كده. انا في عندي الشاشه الثانيه اهي، لو ضغطت هنا على ماي شيفروليه هيوصل السماعه اوتوماتيك. وبعدين طبعا كل سماعه ممكن تبقى منفصله زي ما انتم شايفين، ده طبعا تحكم في الصوت، بيعلي ويوطي الصوت. اوكي صوت السماعه الداخليه دي فقط اللي هي الوايرلس، وتستمتعوا بالفيديوهات وكل اللي انتم عايزين تشوفوه. تمام يبقى هنعيد مره ثانيه من الاول، ان احنا اهم حاجه ان احنا نعمل ميرا كاست للتليفون. نعم صحيح مظبوط. الميرا كاست للتليفون بيظهر على الشاشه الخلفيه، بتختار الشاشه اللي انت عايز تشغلها طبعا للسيتنج. حركات انا بيبين عندي بالموبايل او أيوة. بتظهر عندي اياها بالشاشه بالخلف. ظهر هنا في الشاشه الخلفيه زي ما احنا شايفين الاستاذ سامي بيقلب في تليفونه وظهر عندنا هنا. تمام
صحيح. وبعد ما نوصل احنا للميرا كاست التليفون بنروح لعند الاعدادات بالسيتنجز، بعدين بنكبس عند الفونز، بنشغل السماعه، بتظهر عندنا السماعه هون بدها تعمل بيرنج. لما نكبس على الفون بتعمل البيرنج، يو اكسبت ذا ديفايس، بتعمل عليه كونكت، ذاتس ات، بتشتغل على طول. نعم. طبعا احنا نقدر نستخدم اي سماعه وايرلس ثانيه يا استاذ سامي. صحيح. حتى السماعات اللي هي الايربود ولا مظبوط الايربودز. لو حبيت انه الصوت ما يكون من السماعات، حبيت يرجع على السياره مره ثانيه، بتختار تكبس زر الليسن. ليسن من يعني على مثلا هون انا مشغل راديو، بس اللي انا سامعه هنا في الشاشه الخلفيه سامع الفيديو تبع اليوتيوب اللي انت مشغله على التاهو، يعني التاهو على الارض. نعم صحيح. ممتاز ممتاز، حلو جدا يا استاذ سامي، متشكرين جدا. وريت ان شاء الله تكون المعلومات دي ساعدتكم او هتساعدكم ان انتوا تعرفوا تشغلوا السماعه الخلفيه. زي ما قلنا مرة تانية، ممكن تشغلوا أي سماعة وايرلس معاكم، سماعة التليفون لو انتوا معاكم سماعة تليفون، طبعا في سماعات الوايرلس تقدروا كمان تستخدموها على شاشتين خلفيتين بنفس الطريقة. يعني أهلا بكم في بن حمودة للسيارات، معاكم مهند ومعاكم أخونا سامي. شكرا.